المعركة بين الجسم والمناعة، هي دي حساسية الطاعون. دورنا على إحصائيات كتير جدا ومعلومات علشان نقدر النهاردة نقولها لكم، لكن للأسف ما لقيناش أي معلومات كافية. تواصلنا مع أمهات كتير علشان نفهم منهم هم قادرين يوصلوا لإيه في حساسية الطعام، لقينا إن هم عندهم برضو بعض من الجهل في المعلومات عن حساسية الطعام. ومن هنا جت فكرة مبادرة ابني أقوى لأطفال الحساسية الطعام والتمثيل الغذائي. المبادرة دي منها بنحاول إن احنا نزود التوعية، نتواصل مع المتخصصين والأمهات، بنحاول نوصل لهم على قد ما نقدر شوية معلومات، ونوصل للناس كلها شوية معلومات كتير جدا لازم تكونوا فاهمينها عن حساسية الطعام والتمثيل الغذائي علشان نقدر نوصل بالأطفال دي لحياة صحية. النهاردة معانا واحدة من الناس اللي ليها دور كبير جدا في توعية الأمهات دي، وقدرت انها تساعد شوية من الأطفال برضو لحساسية الطعام والتمثيل الغذائي. معانا النهاردة الشيف شيماء مشكورة، النهاردة قدرت توصل رسالة كبيرة من خلال الفقرة بتاعتها علشان تبسط الأمور لحد كبير، وتحاول تخلي المعاناة والأزمة الكبيرة اللي كل أم بتمر بيها تبسطها لدرجة ان هي تكون على الأقل متأقلمة مع أولادها. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. ازيك يا مرام؟ منورانا في ورقة بيضة النهاردة. انت اللي منورة. تقدري تقولي لي في عجالة كده حساسية الطعام والتمثيل الغذائي، يعني انت حاسة برضو معانا ان في جهل في المجتمع بيعني ايه حساسية الطعام والتمثيل الغذائي، مش كده؟ هي اصلا هي المشكلة مشكلة المنتجات واللعب بالاكل الصناعي والجانك فود. يعني لو رجعنا لورا هنلاقي ربنا خلقنا كلنا في الكون حاجة واحدة، جسمنا بيتأقلم مع الأكل اللي ربنا خلقه لنا، فإحنا بقى لعبنا في الأكل ده. إيه تقصدي الحاجات المواد الصناعية والمواد الحافظة والألوان والحاجات حتى دي؟ حتى في ال في في, في إن كان مثلا قمح أو دلوقتي الناس كلها عارفة إن هو في لعب في الهندسة الوراثية بتاعته، ده هيؤدي طبعا لسرطان، أمراض تانية من ضمنها طبعا أولها الحساسية. ما هو زمان ما كانش فيه حساسية قمح، ايه اللي استحدثها؟ ان هم لعبوا في الجينات الوراثيه بتاعته. طيب انت النهارده هتقدري تقدمي لنا اكل طبيعي جدا اي ام تقدر تقدمه في البيت للاطفال اللي عندهم حساسيه الطعام، صح كده؟ هي طبعا اول مشكله الام بتعاني منها العيش. تمام. فالعيش احنا شلنا القمح خالص. اوكي. هنرميه؟ مش تمام. يعني طبعا ده للناس التعبانه. فانا استبدلته بصراحه بحاجه. طيب نقول المقادير مع بعض دلوقتي، هتظهر قدامنا المقادير. اغلب الناس ما يمكن ما تعرفهاش. انا بصراحه اول ما عرفته اغرمت بيه. حلو. حبيته فمن ساعتها انا ما بستغناش عنه في البيت ابدا. المقادير دلوقتي موجوده معانا على الشاشه، قولي لنا انت هتحطي ايه بقى وعلى ايه. هو اولا الدخن. دخن او الايلان. ايلان. كلنا طبعا استغربنا الدخن. برضو قولي لي ده بيجي منين وبتشتريه ازاي؟ بصراحه ده هو متواجد، بس بيتواجد حبوب. فانا باخدها بس واطحنها ودقيق الرز ده برضو بقى. تمام. متعارف جدا. يمكن الدخن بس الناس ما تعرفوش، في كالسيوم، مغنيسيوم، زنك، فسفور. جميل. كل الحاجات اللي اطفالنا عايزاها. حلو قوي. يعني حبيته. جميل. واضح ان انت حابه الاكل النهارده يا شيماء. يعني دوت حته بس الزنك والفسفور لازم تتاخد للاطفال كل يوم. فهتساعدهم على الدراسه. فاللي هو هيفطر بيه او يتعشى بيه فهياخده اكتر من مره في اليوم. انا اصلا بصراحه عامله يعني اكزامبل خفيف قوي. انا عاجبني بقى كده ان انت في امهات كتير جدا بتعاني من نقص العيش، والعيش بيبقى عندهم فيه مشكله جد كبيره جدا ان هم عايزين عيش من غير قمح. فانت هتعمل لنا النهارده عيش من غير قمح بتقريبا ثلاث او اربع مكونات وفي اقل من دقيقه. يلا بينا. هو اولا الدخن دوت لازم يتعمل بميه سخنه. تمام. هنحط المقادير. كوبايه دخن. كوبايه دخن على كوبايه دقيق رز. دقيق رز. نحطهم مع بعض. دول من سوبر ماركت عادي صح؟
هو الدخن بس موجود يعني عند حد معين ممكن أقوله؟ ممكن تتواصلوا بقى مع شيماء هتقول لكم ده بيتجاب منين للناس اللي عندها حساسية الطعام والتمثيل الغذائي. طب هو عبارة عن ايه الدخن عشان اكون فاهمك؟ هو نوع من انواع الذرة. الذرة في ناس بتسميه او بتصنفه ضمن الذرة العويجة. ما فيهوش جلوتين خالص. ما فيهوش جلوتين، يعني خالص جلوتين وما فيهوش دقيق. سوري، ما فيهوش ولا في جلوتين ولا في قمح. لا لا، هو اصلا فصيله ثانيه غير القمح خالص. جميل، بس بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم القمح بيه في العيش. بس بقى طبعا قيمته الغذائيه اعلى كتير 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 كتير. في العيش ده على فكره ممكن يتعمل بطريقتين. الطريقه اللي انا بعملها ديت ان انا بحطهم على بعض وافضل اقلب فيه. انت هتحس ان هو شويه شكله زي الاسمنت كده، بس لا هو فظيع. مالكمش دعوه بلونه خالص، بس هو طعمه جميل. والولاد ما يتضايقوش منه. لا إله كمان قيمته الغذائيه واضح ان هي قويه جدا اصلا. يعني في المغرب او شمال افريقيا ما بياكلوش الا منه. في السعوديه في بيستنبتوه وبياكلوه اخضر. فحلو قوي، حلو حلو حلو. واضح ان هو منتج لازم لازم يدخل بيوتنا كلنا. حقيقي، حتى للام نفسها. بيعمل بيعالج البشره، ما بيوقعش الشعر. لا حلو حلو. لا هدوء يا جماعه. انا عاجبني ان انت بتعملي الحاجات برضو بابتسامه وحاسه ان انت الموضوع بسيط. طبعا ده مش تقليل من الاطفال بيعانوا قد ايه، ولا الامهات بتبقى حاسه بكميه الضغط النفسي ان ولادهم تعبانين قد ايه، بس برضو لازم نعدي المأزق ده ونقدر على نفسنا علشان حتى ولادنا نفسيا ما يتاثروش. ما هي دي بقى المشكلة. يعني ثلاث ارباع الامهات بيبقوا زعلانين اكتر. بيبقوا زعلانين، فبزعلهم الولاد نفسهم بيتعبوا اكتر. بالزبط. لا المفروض، لا انت شخص عادي، ربنا ممكن يكون ابتلاك في حاجة صغيرة بس انت تقدر تطلع منها. والعلاج النفسي يعني 90% اصلا من العلاج لاي مرض، مش مرض الحساسيه وبس. بالظبط كده. طيب الواحد يتقبل طبعا الحاجه اللي هو بياكلها. واحنا مش بنقدمها بطريقه وحشه او هتحطيها له وتقول له لا هو دوت اللي موجود والكلام. لا بالعكس، نديله كده امل وتفاؤل ودي حاجه. ده بالعكس، ربنا ميزك بحاجه زي كده. برافو عليك. حلو ان احنا نتقبل الواقع علشان نقدر نمر منه. هو كده احنا معلش، هو بس بياخد تقليب شويه. تقلبي لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هو كل ما تقلبي اكتر هيدي نتيجه احسن. جميل. طيب احنا خلاص ده كده اعتبرين ان هو خلاص اتعجن في بعض. انا بقى هعمل ايه في العجينه دي؟ بتسخني طاسه وبنعمل معامله الكريب. وتحطي بس معلقه زيت زيتون او زبده وتفردي. حلو. بيطلع بقى النتيجه بيطلع دي. بالشكل ده. حلو قوي. طيب ده اتعامل معاه بقى كانه عيش عادي خالص. خالص اهو عادي جدا. طري بقى كده اشوفه طري بقى ولا عيش طري جدا. وممكن اصلا ده يعني انا جايباه على اساس ريحته عيش جدا. خالص، يعني مفيش مشكله خالص. لا 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 لا، طب اصل احنا انا بقول لك كده علشان احنا الامهات بتعاني ان اكل الولاد دي طعمه مش حلو ومش قادره تستطعمه، والاولاد ربنا يكون في عونهم ان هم بيبلعوا. لكن ممكن لو عملت حاجه زي كده هتكون مناسبه ليهم وفي نفس الوقت طعمها كويس. ان شاء الله. بألف هنا. انا محتاجه بس اعرف التست بتاعه ايه. يعني دوت انا اصلا هو عيش جدا. هو الدخن جميل جميل. هو عيش يعني، بس هو طعمه ممكن يكون زي اللي هو العيش اللي هو بتاع الدايت. ما هو يعني علشان اغلب الناس يعني اتعودوا على طعم القمح. فهو ده بصراحة بديل حلو جدا. حلو جدا جدا. انت ممكن يتعمل بيه كذا حاجة. انا ممكن اعمله كريب خفيف خالص. انت جايبة بقى دلوقتي فلفل اصفر وفلفل احمر وعشان تورينا الجارنيش. يعني بقى. بصي يعني حاجة سهلة جدا انا بعملها حتى لاولادي كل يوم. انا ممكن اعمل كده.
انت عامله ساندوتش يعني هيلثي جدا. نحط من الناحيه دي الاصفر برضو. حلو ان انت مهتمه كمان بالالوان. الفلفل ده نعمه كبيره من عند ربنا، فيتامين سي بتقوي المناعه والحساسيه. حلو الحساسية. جدا احنا جداً فقرتنا لحساسيه الطعام والتمثيل الغذائي، عيش مناسب جدا للناس اللي بتعاني من ان هي مش لاقيه عيش ومش عارفه تتعامل مع اطفالها ازاي ولا تقدر تقدم لهم اكل ايه. شيماء النهارده عامله لنا كمان مفاجاه عجبتنا جدا جدا بصراحه، وكلنا وفريق البرنامج بيشكرها باسم ورقه بيضاء، ان هي النهارده عامله لنا تورته تحتفل معانا بالبروجرام، وعامله لنا كمان التورته عباره عن ورقه بيضاء. لكن الميزه اللي شيماء عاملاها النهارده، عشان شيماء لازم تكون معانا ديفرنت النهارده، مختلفه عن اي حاجه، عامله التورته دي برده للاطفال اللي عندهم حساسيه الطعام والتمثيل الغذائي. لكن انت قلتي للامانه ان في جزء مش مسموح ليهم، بس الطبقه الخارجيه. عاجبني الامانه، لان طبعا دي ارواح اطفال بتبقى في ايدينا بصراحه يعني. انت بس عشان الطبقه بس تنفع ان انا احط اللوجو البرنامج. ميرسي يا حبيبتي. الديسك بقى اللي جوه هينزل دلوقتي المقادير بتاعته، كله مناسب للحساسيه، ما فيش اي مشكله فيه، واي ام تقدر تستخدمه. يعني برضو حاجات ما فيهاش جلوتين خالص، برضو حاجه كده ما كناش بنستخدمها. تمام، المقادير معانا دلوقتي على الهوا. اوكي، هي 3 بيضات. تمام. ونص كوبايه جوز هند. هو دوت بنستخدمه بدل الدقيق. جميل. ومعاه دقيق شوفان. عايزين نحط كاكاو، نحط نسكافيه، فانيليا، رشه الملح. وكله كله 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 في الخلاط او مضرب البيض. ونعمل بيه ديسك. الديسك للكيك اللي هو الطبقه يعني. طبقه الكيك. انا عملت المقدار دوت يكفي ديسك واحد. انا عملت 3. جميل. وحشيتهم طبعا باسمها ايه ديت، كريمه خفق، ومعاها سكر دايت. جميل، علشان برضو السكر بيقلل المناعه. برافو عليكي. طبعا اي حد بقى عنده حساسيه في حاجه من دي ممكن يكلمك يبدل حاجه بحاجه. هي ممكن بس يكون ايه، البيض مثلا. ممكن حتى نشيله، نحط نعلي شويه مثلا بيكنج باودر، بيكنج صودا. هيمشي الحال يعني، مش هتبقى وحشه. وبالعكس كمان ممكن نسقيها حاجه عشان تبقى جوسي وفلافلي كده. طيب دي طبعا مالهاش علاقه بالدايت ولا ليها علاقه شويه؟ لا لا، ازاي، هي ده هي جوه دايت خالص. هي بره بس ندخل عليها دلوقتي. يعني دي لو حد عايز يعمل دايت برضو مناسبه ليه جدا، ما بوظ الدنيا قوي يعني. لو كمان الانظمه الجديده اللي هي النازله الكيتو والحاجات دي تنفعهم جدا. بس الكيتو لازم يكون بمباشره طبيب، لان هو لازم يبقى فيه تحاليل معينه لازم نعملها الاول، عشان برضو زي ما هو مميز زي ما هو ممكن يكون مضر. ممكن. تمام. نقدر يعني نعيش اسوياء كناس عندها حساسيه طعام وتمثيل غذائي، ونقدر نعيش كدايت، نقدر نعيش حياه صحيه امنه، بس احنا نوظف الحاجات اللي حوالينا صح. مظبوط. وملناش دعوه بالاكل المصنع، دي ماساه. يمكن هي اصلا حساسيه ظهرت بسبب كده. يعني مش من الشياكه. مش قصدي ان انا اغلط في حد. ان احنا نروح ناكل في المطعم الفلاني والمكان العلاني، انا كده انا بحب ولادي. لا، حبك لولادك هيجي من اللي انت بتعملي لهم الحاجه بايدك. حبك لولادك هيجي بمراعاتك ليهم. حبك لولادك هيجي بان هم يشوفوك انت بتتعبي قد ايه عشانهم. يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بس شكرا ليك يا شيماء. ممكن إيه؟ استسمحك بحاجه في الاخر؟ ايه؟ تبقي دليل لاي ام مش عارفه تتعامل مع اولادها عندها حساسيه الطعام وتمثيل غذائي، ممكن تتواصل معاكي تقولي لها على الاقل في المكونات بحيث انها تقدر تتاقلم مع اولادها. ده اكيد، وده شيء يشرفني ان انت طبعا تبقي الراعي الرسمي طبعا لحاجه زي كده. لان انا قد ايه بشوف معاناه الامهات في الجروب بتاع المبادره. في ناس تعبانه بجد.
يعني انا بس انا نفسي ان هم ما يكبروش الموضوع. حلو، ادي لهم بقى الاحساس ده لما يتواصلوا معاكم. شيماء معاكم في مقادير، في وصفات، في طاقه ايجابيه، عشان هي ما شاء الله عندها طاقه ايجابيه كويسه جدا. خلصت فقرتنا، يا رب تكونوا استفدتوا من كل امه بتتفرج علينا، وكل ام عندها طفل متحسس وعنده حساسيه طعام وتمثيل غذائي. يا رب كل حد يكون بيتفرج علينا النهارده ما يكونش يعرف يعني ايه حساسيه الطعام والتمثيل الغذائي، يكون وصلوا ولو جزء صغير جدا من المعاناه اللي الامهات دي بتعيشها. هنطلع دلوقتي فاصل صغير وهنرجع لكم تاني.